أردوغان الرابح الأكبر من قمة العشرين، الكل يطلب ود أردوغان. علقت الصحف الإيطالية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان الرابح في قمة قادة مجموعة العشرين التي عقدت في روما الأسبوع الماضي. وعنونت صحيفة كورييري ديلا سيرا الأكثر تداولا في إيطاليا خبرا تصف فيه الرئيس التركي بعد تقييمها الزعماء المشاركين في القمة بقولها إنه الضالة المنشودة لجميع الملفات الساخنة. ولفتت إلى رغبة العديد من القادة في لقاء الرئيس التركي خلال القمة، مضيفة بالقول أصبح أردوغان المتصدر الآخر لمجموعة العشرين إلى جانب المستضيف. من جانبها أكدت صحيفة لافيريتا في خبر لها أنه إذا كان ثمة منتصر في القمة فمن المرجح أن يكون أردوغان، مشيرة إلى الضعف السياسي للرئيس الأمريكي جو بايدن على الصعيدين الدولي والداخلي، عدم مشاركة المحور الصيني الروسي في هذه القمة ما أتاح لأردوغان مجالا للمناورة وبروزه كلاعب مركزي في بعض القضايا الحرجة. أما صحيفة إل ميساجيرو فذكرت أن العلاقات التركية الإيطالية التي توترت جراء تصريحات لرئيس الوزراء ماريو دراغي خفت شدتها إثر اللقاء الثنائي بين أردوغان ودراغي على هامش القمة. من جهته أفاد موقع فاريتا لياني الإخباري أن قمة العشرين كانت نجاحا باهرا لأردوغان، مضيفة بالقول إنه رابح حقيقي.